طيب احنا في المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الـ Declarative Customization، ازاي تكستمايز في الـ Business Component من خلال الـ XML. يعني انت بس تعدل الـ Properties بتاعت الـ ايه؟ بتاعت الـ XML، فبتتعدل معاك الـ أو بتكستمايز في الـ Business Component. يعني في المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتكلم إن إزاي تكستمايز على الـ Business Component بروجراماتيك. بس خلينا في الأول نجرب الحتة بتاعت الإيه؟ الجروف، إن هو إحنا نجيب السيكونس بالجروف إكسبريشن. كنا فعلا المفروض نعمل الحتة دي المرة اللي فاتت، بس يمكن أنا إيه؟ نسيت يعني. طيب إحنا كنا عملنا السيكونس قبل كده في الإنتيتي من خلال داتابيس تريجر. هو فيه كذا يعني كذا حاجه للجروف او للسيكونس، يعني على حسب ما انت محتاج. كل حاجه لها يعني مميزات ولها عيوب برضه. ميزه الداتابيس تريجر ان انت مفيش ارقام عندك بتطير في الفاضي. ليه؟ لان هو ما بيناديش على التريجر الا لما يعمل خلاص انسيرت على الداتابيس. تمام. طيب في حاله بقى ان انت ناديت على الجروفي على طول او بالجروفي او بالبروجراماتيك، في ارقام بتطير في النص. امتى؟ اول مثلا ممكن مثلا يكريت ريكورد وبعدين يكنسل تاني، فالرقم ده كده خلاص طار، فبيبقى فيه جاب كده في الايه، في الارقام اللي في الداتابيز. طيب بس خلينا نعرف الايه الطريقه برضو. هنيجي مثلا على الديبارتمنت، هنا في الاتريبيوتس. طيب احنا كنا عملنا الديبارتمنت قبل كده بالايه، بالسيكونس، وقلنا ان احنا بنغير هنا، بنقول له خليها ايه داتابيز من خلال التريجر، خلاها داتابيس سيكونس، وبيروح ينادي على التريجر على طول من ايه، من الداتابيس. طيب احنا دلوقتي هنعملها بالجروف اكسبريشن. احنا عايزينه اول ما يكريت على الشاشه يجيب له الايه، النكست فال على طول من السيكونس اللي موجود في الداتابيس. طيب عشان تكتب كود اكسبريشن بتقف على الاتريبيوت اللي هو الديبارتمنت اي دي، تمام، وتيجي في الاكسبريشن وتكتب الكود بتاع الايه؟ قلنا ان انت في الاكسبريشن ده بتكتب جروف اكسبريشن، تمام؟ طيب الجروف اكسبريشن يعني حاجات ثابته وبسيطه، انت ممكن تجيبها من ايه؟ يا اما من على النت، يا اما تجيب من الايه؟ من الكتاب الموجود ده يعني. طيب هنا بيقول لك ان انت مثلا عايز تست الامبلوي اي دي او الاتريبيوت يعني الاي دي من السيكونس اللي موجود في الداتا بيز، فهناخد بس الكود ده كده كوبي. انتوا شايفين ولا على البي دي اف احسن؟ طيب هو هنا بيقول لك نيو اوراكل بياخد اوبجكت من حاجه اسمها سيكونس امبل، تمام، ده كلاس موجود في الايه، في الاي دي اف اللي هو السيكونس امبل، وبيبعت له اسم السيكونس اللي موجود في الداتابيس، وبيدي له الايه، الداتابيس ترانزاكشن، تمام. هنشوف برضو بالجافا ازاي هتنادي على الايه، على السيكونس امبل ده. طيب هنا بيقول له هات لي اوبجكت من السيكونس امبل، ده اسم الكلاس، وهنا مدي له الباص بتاع الكلاس، بيقول له ان هو جوه اوراكل دوت جي بي او دوت سيرفر دوت سيكونس امبل، تمام. طيب الكلاس ده بياخد اتنين بارامتر، اسم السيكونس اللي موجود في الداتابيز، تمام، والبارامتر الثاني اللي هو الايه، جيت الداتابيز ترانزاكشن. طيب جيت الداتابيس ترانزاكشن ده برضو عباره عن ميثود موجوده في adf.object.get الايه، الداتابيس ترانزاكشن. بعد كده بيقول له دوت جيت الايه، السيكونس نمبر، يعني من اسم الكلاس بيبعت له البارامتر، وبعد كده بيقول له دوت جيت الايه، السيكونس نمبر. طيب احنا عندنا حاجه بس اللي احنا هنغيرها، هنغير الايه، اسم السيكونس، هنجيب اسم السيكونس ده من الداتابيس. طيب تعال نفتح الداتابيز نجيب اسم السيكونس بتاع الديبارتمنت. طيب هفتح السكيما بتاعت ال HR.
تمام السيكونس، ويفضل ان انا ايه اخده كوبي. احطه بس مكان الايه الامبلوي سيكونس، واظبط الكود جيت الداتابيس ترانزاكشن. اقول له اوكي. طيب هنا في بس بج في الايه في الجي دي بول اللي هو 12، بيخليها لك ان تراستد، فانت بتدخل في السورس وتخليها تراستد، يعني بتقف على الاكسبريشن. لا الاكسبريشن ده مش موجود في ال 11، بيشتغل عادي يعني بيشتغل عادي في ال 11. طيب بتيجي على السورس وبتيجي على الاتريبيوت نفسه بتاع الديبارتمنت ده، بتلاقي هو كاتب لك الايه الاكسبريشن، وحاطط لك عليها في التراست مود ان تراست. انت بس بتشيل الايه الان دي وتقول له سيف. طيب تعالى بقى نرن كده الايه الابلكيشن موديول ونجرب. طيب هفتح الايه الديبارتمنت، هقول له نيو راح جاب لي الايه النكست فيل على طول. بس المشكله هنا بقى ان انا لو عملت كانسل وعملت نيو تاني هيروح يجيب ايه رقم تاني، يعني مثلا ده 40، لو عملت كانسل قلت له نيو جاب لي 50. طب 40 و30 راحوا فين؟ لا خلاص كده طار. ده مشكلته ان هو بيبقى فيه جاب مع الايه مع السيكونس اللي موجود في الداتابيز، اللي هو كاريت وكانسل تاني، فبيحصل جاب في الايه في الارقام اللي موجوده. فانت لو حاجه مثلا مش محتاج يعني ارقام ورا بعضها، خلاص انت ايه بتستخدم الايه السيكونس ده، او بتستخدم نفس النظام بتاع اللي هو ميثود في الجافا، يعني بتعملها زي ما هنشوفها دلوقتي. طيب لو انت محتاج بتخليها بقى داتابيز سيكونس احسن، لو تريجر، لان التريجر كده كده مش هيجيب النكست فال الا وهو بيعمل ايه انسيرت، بعد ما بيفاليديت الحاجات كلها والدنيا تمام بيعمل ايه انسيرت. طيب انا مبدئيا بس هكريت ابلكيشن، هقول له اي دي اف ابلكيشن، قال لي هتسمي الابلكيشن ايه، هقول له اتش ار ابلكيشن، اقول له نكست، قال لي هجيب لك الايه الموديل، قلت له مفيش مشكله. الديفولت باكج هقول له كوم دوت موديل دوت اتش ار مثلا، او دوت موديل وخلاص اتش ار، هقول له نكست، قال لي كريت لك الايه فيو كنترولر، قلت له مفيش مشكله. طيب الحته بتاعت السيكونس دي فيها مشكله بتاعت الجروف نفسها؟ هي ما فيهاش مشكله، هو كل الموضوع انت لو فاهم الجروف اكسبريشن خلاص ما فيش مشكله، هتحط بقى سيكونس، هتحط اي اكسبريشن في الايه في الاتريبيوت خلاص هيشتغل ما فيش مشكله. بس الحته بتاعت السيكونس فعلا بتحتاج ان انت تشيل الايه الانتراست، يعني لو الاكسبريشن ما اشتغلش معاك بتشيل الانتراست من على التراستد مود. طيب هاجي اعمل بقى البيزنس كومبوننت، هقول له من البيزنس تير كريت الايه البيزنس كومبوننت فروم تيبل، ممكن استخدم كونكشن موجود وخلاص، اقول له هات الايه الاتش ار كونكشن ده،
كوبي. طيب هقول له هنا بس هات لي الايه الاوركل دومين واقول له اوكي. طيب هنحتاج الديبارتمنتس والامبلويز ك انتيتي اوبجكت. دي بس هسميها ديبارتمنتس اي او وده امبلويز انتيتي اوبجكت. هقول له نكست. قال لي انت محتاج ابديتابل فيو اوبجكت معتمدين على الاثنين انتيتي دول. قلت له انا محتاج الايه الاثنين دول بس دي هسميها ديبارتمنتس في او وده امبلويز في او. قال لي طيب انت محتاج ريد اون فيو اوبجكت. قلت له محتاج. قال لي محتاج ايه؟ قلت له محتاج الديبارتمنت عشان اعمل بيها ليست اوف فاليو. دي هسميها ديبارتمنتس ريد اونلي. كنا بنعمل حاجه كل حاجه لوحدها. طيب قال لي هتحطهم في انا باكج. قلت له بزنس كومبوننت دوت ار او في او ده ريد اون فيو اوبجكت. ومحتاج برضه الجوبز نفس النظام ار او في او. ومحتاجين اللوكيشن. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين الامبلويز از مانجرز. تمام كده ولا محتاجين حاجة تانية؟ اللوكيشن تمام. تمام قال له نكست. قال لي طيب اكريت لك ابلكيشن موديول وتحط فيه البيزنس كومبوننت. مفيش مشكلة. هقول له كريت لي الايه؟ لو شلت كده العلامة دي كده مش هيكريت. طيب هنفترض ان انا عندي ابلكيشن موديول اصلا متكريت. هبراوز واختار من هنا الايه؟ الابلكيشن موديول اللي انا هشتغل عليه. انما لو سبته كده هيروح يكريت لي ايه؟ ابلكيشن موديول تاني. هو لو لقى الابلكيشن موديول ده متكريت هيحط فيه. ما لقاش الاسم ده متكريت هيروح ايه؟ يكريت ابلكيشن موديول تاني. فبخلي بالي من الستيب دي. ان انا لو عندي ابلكيشن موديول يفضل ان انا ايه؟ اختاره من هنا على طول. على حسب بقى احتياجك. على حسب احتياجك. تكريت اكتر من ابلكيشن موديول على حسب الاحتياج. تمام. طيب احنا دلوقتي هنخليه يكريت ال HR اب مديول. تمام. وبعد كده هنكريت الروت ونحط جواها الايه ال HR اب مديول. تمام. هقول له نيكست. قال لي انت محتاج دياجرام. قلت له لا مش محتاج. هقول له نيكست. قال لي ده الايه السمري. كريت لك اتنين فيو اتنين انتيتي واتنين فيو وكريت لك حوالي اربعه ريد اونلي فيو اوبجكت والابلكيشن مديول اللي انت ايه كريته. عايز ترجع بقى وتعدل الحاجات التانية مفيش مشكلة. عايز تكمل خلاص قول له ايه فينش. لا وانا مش محتاج ان انا على حسب انا محتاجه في الداتا كنترول ولا مش محتاجه. لو محتاج اعرض حاجة منه على يعني في الداتا او على الصفحات خلاص احطه في الابلكيشن مديول. مش محتاجه خلاص يبقى ما محطوش في الابلكيشن موديول. لا ليست اوف فاليو ما تحطوش على الابلكيشن موديول. انت بتحطه جوه الفيو اوبجكت از اكسسوار بس. لا هو مش هيأثر على البرفورمانس بتاع الليست اوف فاليو بس هيأثر على البرفورمانس بتاع الابلكيشن موديول. بدل ما هو بيكسكيوت في اوبجكت واحد بيكسكيوت كتير انت ما لهمش لازمه. طيب هدخل على الداتا كنترول. على ان هو كريت لي الايه الداتا كنترول بالشكل ده. طبعا انا مش محتاج الايه مش محتاج الشكل ده. انا محتاج اكريت الداتا موديل زي ما انا عايز. هو بس الفيو لينك الفيو لينك بس ده هو كريته. هو خلاص لا كريت باكج اسمها اسوسيشن وحط فيها الاسوسيشن.
الفيو لينك بس بتاع ريد اونلي هو اللي ايه، ما حطش الفيو اوبجكت او الفيو لينك بتاعه جوه الايه الفيو لينك. احنا اصلا مش محتاجين فيو لينك هنا، فممكن ندلته يعني، لان دول هنستخدمهم بس في ليست اوف فاليو. طيب هو كريته لك اوتوماتيك بحيث ان انت ايه كريته بناء على الداتابيز على طول مع بعض. طيب في الحاله دي بقى كريت لك البيزنس كومبوننت كلها، كريت لك الفيو الانتيتي اوبجكت، كريت لك الاسوسيشنز اللي بينها، كريت لك الفيو اوبجكت، كريت لك الفيو لينك الايه اللي بينها. طيب لو جيت تبص على الفيو لينك اللي بينها هتلاقي ان هي معتمده على الايه، معتمده على الاسوسيشن، هتلاقي ان هي معتمده على الاسوسيشن. طيب قلنا ان احنا هنيجي بقى نكريت الايه ابلكيشن مديول الروت الاساسي بتاعنا، اقول له كريت لي ايه ابلكيشن مديول، قال لي هتسميه ايه، قلت له هسميه روت اب مديول، روت اب مديول، هقول له نيكست، قال لي محتاج تضيف فيه داتا موديل، قلت له لا مش محتاج، قال لي طيب محتاج تضيف فيه ابلكيشن مديول، قلت له اه محتاج اضيف فيه الايه الاتش ار اب مديول، يعني محتاج اضيف انستنس من الاتش ار، اقول له نيكست، هقول له بس شيل الايه الواحد ده واقول له نيكست وفينش. طيب لو جيت تبص على الداتا موديل هعمل بس ريفريش، هلاقي الايه الروت اب مديول وجواه الايه الاتش ار اب مديول. طيب هاجي بقى خلاص هرجع على الانتيتي اوبجكت، هشوف انا محتاج اعمل بزنس رول ولا مش محتاج، محتاج مثلا اعمل سيكونس للديبارتمنت هديله السيكونس بتاعه، محتاج اضيف لها بزنس رول او فاليديشنز، والشابتر بتاع الفاليديشن يعني لسه جاي نتكلم عنه النهارده برضو، فما علينا من الحته دي دلوقتي. احنا ممكن بس نروح على الفيو اوبجكت نضيف الايه الليست اوف فاليو على الفيو اوبجكت. فباجي من الاتريبيوتس هاجي مثلا على المانجر اي دي، تمام، وعندي عايز اضيف المانجر اي دي وعايز اضيف الايه اللوكيشن، تمام. فهاجي على الاكسسور هضيف الاكسسورز اللي انا هعتمد عليها. طيب الاكسسورز اللي انا هعتمد عليها دول عباره عن ايه؟ عباره عن الريد اول فيو اوبجكت اللي انا كريتها في الاول، تمام. فهاجي منها من الاكسسورز واقول له انا عايز اضيف اثنين فيو اوبجكت اعتمد عليهم من الريد اون فيو اوبجكت اللي هو اللوكيشن ضاف لي انستنس منه والايه والمانجرز ضاف لي انستنس منه، هقول له اوكي. هرجع بقى على الاتريبيوت نفسه هقول له انا عايز اضيف ليست اوف فاليو على المانجر اي دي، قال لي طيب الليست داتا سورس هتجيب من اني فيو اوبجكت، قلت له هتجيب من الفيو اوبجكت بتاع المانجرز، قال لي طيب هتاخد اني اتريبيوت، قلت له هاخد الامبلوي اي دي مع المانجر اي دي، تمام. طيب قال لي ايه اللي هيظهر لليوزر، اولا هظهرها على شكل ايه انبوت تكست وليست اوف فاليو، لان طبعا الامبلويز ممكن يكونوا كتير جدا، فممكن يدخل رقم الموظف او ممكن يفتح له فورمه ايه يسيرش منها ويختار الايه الموظف اللي هو محتاجه. طيب قال لي هتظهر ايه، قلت له هظهر الفيرست نيم وهظهر الايه هظهر اللاست نيم. طيب خلي بالك هو قال لي هو انت اخترت من هنا اللي هو input text with list of value، input text with list of value زي ما شفنا في المحاضرة اللي فاتت ان هو بيحط لك input text وجنبها ايقونة كده تسيرش منها. طيب السيرش ده هتكون معتمدة على ايه؟ معتمدة على view criteria، تمام. طيب هو قال لي انا باي ديفولت بحط لك الفيو كرايتيريا الديفولت اللي عندك اللي بيبقى فيها كل الايه الاتريبيوتس اللي بيسيرش بيها. طيب انت محتاج تحط كاستمايز فيو كرايتيريا تحطها عادي هناك، لو انت محتاج تحط كاستمايزيشن بتروح ايه تحط تكريت فيو كرايتيريا وتختارها من هنا. فانا مبدئيا هقول له خلي لي الديفولت وهروح اكريت فيو كرايتيريا فين، لا هكريتها على المانجر، مش انا معتمد هنا، معتمد هنا على المانجر ريد اون، تمام. طيب هروح على المانجرز وهقول له انا عايز اعمل فيو كرايتيريا عشان اعتمد عليها في الايه في الليست اوف فاليو،
معايا يا باشمهندس؟ طيب قال لي انت هتسيرش بايه؟ قلت له ممكن مثلا اسيرش بالديبارتمنت اي دي، ماشي، هيكون مثلا ايكوال بوينت فاريبل ديبت اي دي بوينت. قال لي هيبقى نمبر، قلت له ماشي. قال لي هتسيرش بايه تاني؟ اقول له مثلا هسيرش بالايه، بالفيرست نيم. الفيرست نيم قلت له هيبقى ايه، كونتين ايه على حسب ما انت محتاج. لا ده بارامترز تسيرش بيها انت عايز موظف معين، ممكن تسيرش باسمه، ممكن تسيرش برقم الاداره وتجيب الموظفين اللي في الاداره دي بس، او ممكن مثلا تسيرش على حسب الكرايتيريا بتاعته. تمام، هقول له اوكي. ممكن اقول له مثلا اسيرش بحاجه تانية زي ايه، ممكن بقى تسيرش مثلا بالهاير ديت بتاعه، وتسيرش بالايه، باللاست نيم، على حسب ما انت محتاج. فخلاص هنشيل بس الايه، الكوميشن دي ديليت، وتسيرش بس بالايه، بالديبارتمنت اي دي او بالفيرست نيم وخلاص. واخلي له الاثنين اوبشنال، وهو راح كتب لك الايه، الوير كلوز بتاعك. هقول له اوكي. طيب الفيو كرايتيريا دي اسمها ايه؟ اسمها مانجر ريد اونلي فيو اوبجكت كرايتيريا. تمام، هرجع بقى على الديبارتمنت، وهاجي على الليست اوف فاليو. تمام، هقول له في اليو اي هند، انت بتعتمد، مش هتعتمد بقى على الكرايتيريا دي، الايه الكرايتيريا اللي هي الديفولت بتاعتك، لا انت هتعتمد، هتستخدم المانجرز ريد اونلي فيو اوبجكت كرايتيريا. تمام، هقول له اوكي. طيب يعني فهمتوا الحته دي، ان انا عملت فيو كرايتيريا ليه؟ عشان اعتمد عليها في الايه، في السيرش بتاعت الليست اوف فاليو. هقول له اوكي. طيب اللوكيشن، هقول له اعتمد على اللوكيشن، وهياخد اللوكيشن اي دي مع اللوكيشن اي دي، وهيظهر مثلا الستريت ادرس او اي حاجه، وهقول له اوكي. طيب خلي بالك بقى، هو هنا ساعات بيكون معلم لك عليها اللي هي انكلود نو سيلكشن ايتم، وساعات ما بيكونش معلم عليها. طب هو بناء على ايه؟ بناء على الفيلد ده ريكوايرد ولا نوت ريكوايرد. تمام، طيب هنا اللوكيشن اي دي مش ريكوايرد، فهو هنا معلم لك ايه عليها، اللي هو انكلود نو سيلكشن ايتم، يعني ممكن ايه يحط حاجه فاضيه. طيب لو رجعنا على المانجر، لو جيت تبص كده هتلاقي ان هو اصلا مش ريكوايرد برضه، فمش هتلاقيه حاطط لك عليها حاجه. هنا كده كده اصلا دي مش تشويز يعني. طيب تعالى بقى على الامبلويز، خش على الاتريبيوتس، هنضيف الجوب. هنا طبعا ما ضفتش الاكسسوار، فممكن ايه اقول له اد وضيف لي الاكسسوارز من هنا، جوبس، هاخد الجوب اي دي، وهظهر الايه، الجوب تايتل. هنا طبعا قال لي ايه، معلمليش على دي لان هو ده ريكوايرد، الجوب اي دي هنا في الامبلويز ريكوايرد، هو قال لي ايه، نوت انكلود نو سيلكشن يعني. هقول له اوكي. طيب المانجر هيعتمد على المانجر فيو اوبجكت، وهقول له هياخد الامبلوي اي دي، وهيظهر الفيرست نيم واللاست نيم. طيب هنا قال لك ايه، انكلود، يعني هيبقى فيه مكان فاضي كده، ان انت ممكن تختار ان هو فاضي نال يعني. تمام، طيب هنا بيقول لك انت عايز البلانك ايتم ده في الفيرست، في الاول، ولا يكون في اخر الايه، يعني في اول الليسته ولا في اخرها؟
وعايزه ليبلد ولا عايزه نوت ليبلد، يعني عايزه تحط فيه تكست ولا عايزه فاضي بس كده، تمام؟ فانت قلت له ممكن تقول له فاضي، ممكن تقول له بليبل. طب لو قلت له بليبل بيقول لك اكتب بقى هنا الايه الليبل اللي انت محتاجه، او اختاره من الريسورس باندل لو انتوا فاكرين، مش احنا اتكلمنا عن الريسورس باندل. طيب ممكن ادي له ايه كي هنا واقول له مثلا الكي بتاعك نو سيلكت، واقول له يجب ماشي مش مشكلة. دي الحاجة اللي هتظهر، وده الكي بتاعه اللي هيكون في الايه في الريسورس المنطقة، بحيث انا لو حبيت بقى اخليه عربي وانجليزي على حسب الايكولايزيشن. هقول له سيف اند سيلكت، هقول له اوكي. طبعا دي بقى ممكن تخليها اتش ويز ليست، او تخليها انبوت تكست ويز ليست اوف فاليو، على حسب ما انت ايه على حسب ما انت محتاج. الديبارتمنت اي دي برضه في السريع، اعتمد على الديبارتمنتس، هياخد منه الديبارتمنت اي دي وهيظهر الايه الديبارتمنت نيم، وهنا عشان هي مش ريكوايرد فهحط لك الايه انكلود. طيب هنقول له بس دي خلاها في الايه في الاخر، هقول له اوكي. طيب بعد كده خلاص ببدأ ارن بقى الايه الابلكيشن موديول. بس قبل ما ارن الابلكيشن موديول بعمل الايه الداتا موديل، اقول له مثلا حط لي الديبارتمنتس وتحتها الايه تحتها الامبلويز. طيب شيل بس الواحد ده، اوكي، ورن الايه الابلكيشن موديول. طيب هتبداوا بقى تكريتوا البيزنس كومبوننت، هتكريتوا الابلكيشن وتكريتوا البيزنس كومبوننت عشان نبدا نكمل عليه بالشكل ده. طيب اول حاجه هنبدا بيها هنيجي على الفيو الانتيتي اوبجكت بتاعت الامبلويز، تمام؟ لو جيت على الانتيتي اوبجكت بتاعت الامبلويز هلاقي ان في تابه كده اسمها جافا، تمام؟ طيب التابه بتاعت الجافا دي بيكون فيها الكلاسز بتاعت الايه بتاعت الجافا اللي معتمده على الانتيتي اوبجكت بتاعت الامبلويز. طيب لو جيت من القلم ده وقلت له ايديت، قال لي اعمل لك جنريت للانتيتي كلاس، قلت له اه اعمل لي جنريت للانتيتي كلاس، محتاجه كاستمايز، يعني اعمل مثلا ميثود اول ما يسيف يتشيك على حاجه معينه قبل ما يسيف مثلا. هنشوف يعني الجافا كلاس ده ممكن نعمل بيه ايه يعني، بس هو عموما انا محتاجه كاستمايز في كود جافا. طيب كود الجافا ده هكتبه فين؟ اه ده انت اللي المفروض تعرفه. ايه الكاستمايزيشن بقى؟ ده بتاعتك انت مش بتاعتي. طيب انا هنا فتحت الانتيتي اوبجكت بتاعت الامبلويز وجيت من التابه بتاعت الجافا وقلت لهم القلم ده اعمل لي جنريت لجافا كلاس. لو علمت على الشكايه بتاعت الجنريت قال انا هكريت لك جافا كلاس اسمه امبلويز اي او امبل، نفس اسم الانتيتي بس بيزود فيها ايه امبل في الاخر، تمام؟ ده اسم الايه الكلاس. قال لي احط لك فيه الميثودز، احط لك فيه الاكسسور اللي هو الستر والجيتر بتاعت الايه الاتريبيوتس، قلت له اه اعمل لي انكلود للايه للاكسسور. قال لي طيب اضيف لك الميثودز دول اللي هي كرييت ميثود، والميثود بتاعت الكرييت دي بتفاير اول ما بيحصل ايه كرييشن، اول ما تعمل كرييت للايه للامبلويز مثلا، لا مش للجافا كلاس، اول ما تعمل كرييت للامبلويز او تعمل انسيرت يعني، تمام؟ طيب اعمل لك انكلود للميثود بتاعت الريموف، ودي اول ما تديليت من الامبلويز، قلت له لا مش محتاج الريموف. طيب في ميثود تانية اسمها داتا مانيبيوليشن ميثود،
الداتا مانيبوليشن دي على اي تعديل بقى، سواء كرييت او ابديت او ايه او ديليت، تمام، على حسب الاوبريشن اللي انت شغال عليه. طيب انا قلت له بس اعمل لي جنريت للايه، للانتيتي امبل. في كلاس تاني اسمه جنريت الانتيتي كولكشن كلاس، ويكون بنفس اسم الكلاس بس بيحط لك كولكشن وايه وامبل. طيب الكلاس ده بيكون خاص بالايه، بالداتا اللي معمول لها كاشنج في الانتيتي. طيب مبدئيا هنشتغل بس على الايه، على الانتيتي امبل، تمام. في عندنا حاجه اسمها انتيتي امبل، في حاجه اسمها انتيتي كولكشن كلاس، وفي حاجه اسمها انتيتي ديفينيشن كلاس. كل حاجه لها ايه، بتعمل حاجه معينه. احنا مبدئيا هنشتغل على الانتيتي امبل. طيب عملت جنريت للكلاس بتاع الانتيتي امبل، وقلت له انكلود الاكسسور وانكلود الميثود بتاعت الايه، الكرييت ميثود، وهقول له اوكي. هتلاقي ان هو حط لك الباص بتاع الكلاس بالشكل ده، ممكن تضغط عليها يفتح لك الايه، الكلاس اللي انت شغال، او ممكن تيجي من هنا من الانتيتي، هتعمل بس اكسباند للانتيتي كده، هيقول لك الكلاس الايه بتاع الامبل اهو، اللي هو الامبلويز اي او امبل، ممكن تفتحه من هنا عادي. طيب عباره عن ايه الكلاس ده؟ عباره عن كلاس جافا عادي اسمه امبلوي انتيتي اوبجكت امبل، بيكستند من كلاس تاني اسمه الايه، الانتيتي امبل. طيب واحد بقى يقول لي يعني ايه بقى بيكستند؟ يعني بينهيرت او بيورث كل الميثودز اللي موجوده في الايه، موجوده في البيرنت. يعني هتقول لي ان هو في اصلا ميثودز، طبعا الانتيتي امبل ده كلاس جوه الايه، جوه الاي دي اف، في مجموعه من الميثودز اللي انت بتحتاجها وانت شغال جوه الايه، جوه الانتيتي. دي محتويات الايه، الميثودز بالشكل ده. طيب معنى ان انا عملت اكستند، او معنى ان انا عملت يعني اي حاجه بتضغط على كنترول، سواء امبل او سواء اسم الكلاس او سواء مثلا اتريبيوت، كنترول، وبتروح على الايه، على الاتريبيوت نفسه، بيوديك على السورس بتاعه او الديكليريشن بتاعه يعني. طيب معنى ان انا عملت اكستند، معنى كده ان في ميثودز ممكن اعمل لها اوفر رايت، تمام. طيب انا لو جيت من هنا قلت له سورس، كليك يمين وسورس، وعملت اوفر رايد ميثودز، تمام، جالي، تعالى بس نعلم على الايه، على الانتيتي كلها، جالي الميثودز اللي ممكن اعمل لها اوفر رايد جوه الايه، جوه الانتيتي، فضاف لك مجموعه كبيره جدا من الميثودز اللي ممكن تعمل لها اوفر رايد. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ميثود اسمها افتر كوميت. طيب افتر كوميت دي بتفاير امتى او بتتنفذ امتى؟ قبل ما بيعمل ايه، او بعد ما بيعمل كوميت، تمام. وفي عندك مثلا ميثود اسمها افتر ريموف، وفي مثلا ميثود اسمها بيفور كوميت، وبيفور رول باك، يعني قبل ما تعمل كوميت او قبل ما تعمل رول باك، تمام. الميثودز دي بتفاير. طيب هتقول لي دول انا بستخدمهم في ايه؟ بستخدمهم طبعا انت عايز تنفذ كود معين قبل ما يسيف الموظف ده في الداتابيز، عايز مثلا تتشيك على الداتا اللي داخله، عايز كاستمايز كود على الايه، على الداتا، وعلى حسب ما انت محتاج. طيب انا ممكن هنا بس اقول له اوفر رايد الميثود بتاعت الايه، الافتر كوميت، او خلينا مثلا في البيفور كوميت. اقول له اوكي، هتلاقي ان هو ضاف لك، عمل لك اوفر رايد للميثود بالشكل ده، بس هو حطها طبعا في مكان غلط عشان انا كنت واقف في المكان ده، فاخدها بس كات كده، وخلينا احطها في الايه، في الاخر، تمام. عمل لك اوفر رايد للميثود، قال لك بابليك ميثود بيفور كوميت، بتاخد حاجه اسمها ترانزاكشن ايه، ترانزاكشن ايفنت اللي هو الكوميت. طيب هنا بيقول لك بقى امبلمنت الكود اللي انت ايه، محتاج تكتبه. طيب لو لاحظت ان هو هتلاقيه حط لك ميثود اسمها كرييت، اللي احنا علمنا عليها في التشيكاوي وايه، واحنا بنكريت الامبل، مش احنا بنكريت هنا، قال لك انكلود كرييت ميثود، قلت له فعمل لي انكلود للايه، كرييت ميثود، او ممكن ان انا اشيلها لو انا، خلينا بس ارجعها تاني، هقول له شيل من هنا الانكلود ميثود، وممكن ادخل من جوه اعمل لها ايه، اعمل لها اوفر رايد.
هقول له بس كليك يمين وسورس واوفررايد ميثود، واقول له هات لي الميثود اللي اسمها كريت دي كده. الميثود اللي اسمها كريت هقول له اعمل لي اوفررايد للميثود بتاعت الايه بتاعت الكريت. تمام. لا طبعا بيشيله انا. بص عشان انا حطيت عملتها اوفر ريت وخلاص جابها لي ديسيبل. شلت الشيك بوكس ده خلاص. انت لو شلت ده كده، لو جيت من هنا قلت له شل الجنريت ده، خلاص هو شل لك الكود كله، خلاص ما فيش كلاس، الكلاس عامل له ريموف. فانت لازم طبعا ايه تتشيك على الكلاس قبل ما تشيله. هقول له بس ايه هات لي الاكسسور. طيب الاكسسور هتلاقي ان هو جاب لك الاتريبيوتس كلها، اللي هو الامبلوي اي دي والفيرست نيم واللاست نيم والكلام ده، وعمل لك الميثودز بتاعت الايه الستر والجيتر. قال لك هنا جيت الامبلوي اي دي وسيت الامبلوي اي دي، وجيت الفيرست نيم وسيت الايه الفيرست نيم. طيب فاهمين الحته طبعا بتاعت الايه الستر والجيتر والاوفر رايد ميثود. طيب اول ميثود هنشتغل عليها بتاعت الايه بتاعت الكرييت. انا عايزه اول ما كرييت اروح انادي على السيكونس مثلا اللي موجود في الداتابيز و اسيته في الامبلوي اي دي. هقول له كليك يمين واوفر رايد من سورس اوفر رايد الميثود. انا عايز يروح ينادي على السيكونس اللي موجود في الداتابيز وسيته في الامبلوي اي دي. احنا عرفنا كذا طريقه، عملناها قبل كده بالتريجر وعملناها بالاكسبريشن، تمام، وهنعمله دلوقتي بالايه بالجافا.